طيب نرجع لسؤالنا، ليش آدم أو ليش إبراهيم عليه السلام جاب أولاده إلى وادي غير ذي زرع؟ شنو الهدف؟ طبعا الهدف لأن هنا رافد من روافد السماء، ياهو هو الرافد من روافد الكعبة الشريفة، هنا بيت الله، بيت الله مصدر مهبط للرحمات من ناحية، ومن ناحية منبع ثقافي ديني، أن هنا الشريعة تنطلق من هنا، هذا بيت من بيوت الله، راح الهداية تطلع تنبثق من هذا البيت. يعني وجود رافد ديني ليس إلا وجود حضارة دينية هنا جايب أبناء حتى يتدينون ويتثقفون بالثقافة الدينية ويكونون في حمى البيت، يكونون في حمى هذا البيت الذي هو بيت الله. تمتنبه أنه أكو عندنا لمحات أحيانا تربطنا بالوضع الحضاري، بالنصاب الحضاري الشائد. شلون يعني؟ يعني أنت الآن لما تروح لك إلى رئيس من رؤسائنا الآن في المنطقة وتقول له أنا جاي مجاور بيتك، أنا جارك، خلاص لما قلت له أنا جارك أكو مبدأ، هذا المبدأ شنو؟ مبدأ الدفاع عن الجار، مبدأ الدفاع عن الجوار، هذا يلزمه اجتماعيا، أكو عقد اجتماعي. فلما تقول له أنا صرت جارك معناه أنا أصبحت أنت مسؤول عني. فالله عز وجل رب العادات الكريمة، رب الخلق الكريم، الله ملاك الفضائل، الله عز وجل مصدر الرحمات والخير وكل جميل. فإذا كان كذلك كأن نبي الله إبراهيم يقول أنا مستجير بيك، حاط أهلي يم بيتك، حاط أهلي وين؟ يم بيتك، حتى ولو تحملوا شظف العيش، قساوة الحياة، الشعور بالغربة والوحشة، صحراء ما بيها شيء. انطلاقا من هذا المعنى، يعني مثل ما نقول وحدة ملاك، أو من باب القياس المنصوص العلة مثل ما نقول، أن الشيعة شي يدورون وين؟ يدورون المراكز اللي هي روافد للمعرفة الدينية. يجي يسكن وين؟ عند علي بن أبي طالب، يسكن وين؟ عند الحسين، يسكن وين؟ عند الكاظم. ليش؟ لأن ذولا روافد من روافد المعرفة الدينية، ذولا بيوتهم بيوت لله عز وجل، بيوت عبادة، بيوت علم وورع وتقوى. مو لما يقول جبرائيل عندما نزل بقوله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قاموا الصحابة سألوا للرسول صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله هذا البيت منها؟ أشاروا إلى بيت فاطمة، قال هو سيدها، هو سيدها. نعم، فإذن هذه البيوت هي بيوت الله، فلذلك السكنة فعلا تشوف أسلافنا تعرضوا إلى الشدة وإلى الضيق وإلى الملاحقة، لأنه لا تتصور سهل أن واحد كان في العهود الأموية أو العهود العباسية يجي يجاور قبر الحسين أو قبر علي بن أبي طالب، لأن دول يتصورون أن هذا الجوار مو مسألة طلب بركة، لا لا، وما أدركوا خطر الجوار هنا. شنو خطره؟ خطره يقول لك هذا راح يتكهرب بمبادئ هذا، هذا الآن راح يجاور علي بن أبي طالب، من هو علي بن طالب؟ يسأل عنه شنو هي سيرته، شنو أهدافه، شنو حياته. قامت وحدة تجر وحدة إلى أن تعرف أن هذا لا، هذا فرد كيان متميز، كيان إلى آراء معينة، إلى أفكار معينة. من اللي زاحمه يعرف من اللي زاحمه، من اللي انحرف عنه يعرف من اللي انحرف عنه، وأصبح شيء من وراء شيء، يقول لك هذا خلق لنا مشاكل. وإلا أرجوك يعني لو كان مجرد بركة ما كان المتوكل يهتم ويقتل 90% من زوار الحسين. لا، مسألة مو مسألة يقول لك مسألة يومين ثلاثة جاي هذا يأخذ بركة ويروح، لا، البركة هو ما يهمه أبدا. مو أنا أذكر الشيء بالشيء يذكر، فديوم المأمون قال الواحد من الأعراب، قال أنا أكرهك، قال إذا أعطيتني حقي افعل ما بدأ لك، إنما تحتاج إلى الحب النساء، تكرهني أو ما تكرهني؟ شنو شنو
بس حقي لا يروح من عندي، حقي لا يؤخذ من عندي، وحب افعل ما بدالك، تكرهني افعل ما بدالك. المسألة هنا أأكد لك لو بركة ما عندهم ما نروح خذ بركة للآخر الدنيا، لكنه مو مسألة بركة، خاف أن يتكهرب بها المبادئ، خاف يجي هنا يوقف يعني يستوحي من هذا القبر بعض المثل وبعض المواقف، إذا استوحى بعض المثل وبعض المواقف يعني تحول إلى لغم، نبه، تحول إلى لغم.